لازم يكون عندنا إجراءات أمنية تضمن سلامة المجاهد أثناء العملية وقبلها وبعدها كمان. مينفعش حد فيكم يخطئ أو ينكشف أو يسيب أي دليل وراه. عشان كده مهما حصل ومهما بلغت درجة صداقتك للشخص الموجود معاك، لا تقول له اسمك ولا عنوانك ولا أهلك مين. وده مش عشانك، ده عشانه هو، عشان فعلا ما يبقاش عنده أي حاجة يقولها. لو احتجتوني ملك هيعرف يوصل لي على طول. بالنسبة للعمليات بقى، أول حاجة لازم نعرف المنطقة اللي هننفذ فيها كويس جدا. المحيط بتاعه، بيوت وشوارع ومحلات. ده بيساعد في وضع خطة عمل وخطة انسحاب مناسبة كمان. اللي هيرصدوا هيكونوا غير اللي هينفذوا خالص، عشان محدش يشوفه. والصورة تتصور من التليفون ده، وده من غير شريحة. وهتدوه لحمزة، وحمزة يبعت لي الصورة على تليجرام، وأنا هشوفها وأعمل الخطة إن شاء الله. يوم التنفيذ بقى هيبقى في مرحلتين، التالتة دايما أنا اللي بعملها إن شاء الله. المرحلة الأولى هتحط الأبوة مكانها، التانية سهلة، هترد على تليفونك وتقول اللي هينفذ إن الضابط وصل عند الأبوة، وتقفل تليفونك وتروح. تعملوش زي الأخ بيبو اللي الشيطان وزه. وبعدها ننزل بيان أجناد مصر بمسؤوليتنا عن الحادث. بالطريقة دي محدش يعرف يوصل لنا أبدا، وربنا يجازينا خير على اللي بنعمله إن شاء الله. كله ورا ورا، كله ارجع ورا، ارجع ورا. جهز لي البدله بسرعه. حاضر يا دي ابي. انت يا ابني ماشي الناس دي من هنا. حاضر يا فندم. البنزينه لو انفجرت هتبقى مصيبه. عمرك يا فندم. لله الامر من قبل ومن بعد، حسبي الله ونعم الوكيل. كشف امر العبوه، في ناس بتروح وتيجي قدامها. انا شايف. ابعد انت دلوقتي. ضابط مفرقعات أثناء إبطال مفعولة لعبوة محلية الصنع، وذلك بشارع الهرم في محافظة الجيزة بعد نفق الهرم بقليل. أنتظر الشهادة ولا أخشى الموت. أنا بكلم أمي وأنا في طريقي للتعامل مع أي بلاغ، وبودعها بطريقتي من غير ما تحس بحاجة. يا رب احتسبت عافية. احرق قلب أمه اللي رمت قنبلة، لما يرمي قنبلة تاني تفرقع فيه بس ماتت. يفضل عليه يا رب كل اللي يحط قنبلة يا رب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.